كل سنة بنحتفل بنصر أكتوبر، والسنة دي بنهدي شهدائنا أساس لمستقبل مصر اللي عشانها دفعوا حياتهم. أنتم يا مصريين يا أعز الناس، بإيديكم بترموا النهاردة الأساس في كل ميادين العمل في مصر، علشان بكرة نجني كلنا ثمار الخير. وفي 57-57 رمينا أساس سنة بعد سنة لحد 10 سنين، رمينا أساس العلم بالبحث والتدريب بالانفتاح على أكبر أكاديميات في العالم، وبنرمي أساس حياة تراعي نفسية المريض وحالته وحاله، وتحفظ له فرصته في الشفاء وفرصته في تعليمه وتحقيق أماله. رمينا أساس نواة كيان ناجح بيكم، متميز ليكم، يثبت إننا مش بعيد عن أي حلم. والنهاردة بنرمي أساس حلم جديد، أرض جديدة، توسعات 57-57. هنرمي أساس مستشفى متكامل جديد بالكامل يضاعف قدرتنا على العلاج. هنرمي أساس عيادات خارجية ومراكز أبحاث علمية. هنرمي أساس أكبر أكاديمية للعلوم الطبية تخرج كوادر للعالم كله. كلنا هنرمي أساس توسعات 57-57 مع بعض في 57-57. في مصر كلنا بنرمي أساس. اتبرع على حساب 57-357 بجميع البنوك المصرية، أو ابعت رسالة على رقم 57-357 ب5 جنيه. رسالتك هتفرق كتير. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.